نشكرك يا سيدنا الرب لأنه في كل وقت نجيك فيه نلاقيك موجود، ما بتتركنا يا سيد. أشكرك يا رب لأجل هذا اليوم الذي صنعه الرب، الذي نفرح ونتهلل ونبتهج به. ما أعظم اسمك. أشكرك يا سيد الرب من أجل يا رب كل شخص موجود في هالمكان. يا رب احنا جايين اليوم علشان نتقابل معك يا سيد، ونتقابل مع الجسد الواحد يا سيد، مع بعضنا البعض. نقف يا رب كرجل واحد وكجسد واحد، لنا رأس واحد هو المسيح، ونقول لك شكرا يا رب، كتر خيرك. شكرا يا رب على كل الماضي، وشكرا على الحاضر، وشكرا على المستقبل اللي جاي، لأنه الكل من يدك يا سيد. بصلي في اسم يسوع في هذا الوقت، تعطي قلوبنا تلتهب بالترنيمات يا سيد، تكون ممتنة. نقدم ذبيحة يا رب التسبيح اللي هي ثمر شفاه معترفة ممتنة باسمك. واعطينا اليوم أذان صاغية وقلوب خاضعة وأفكار منفتحة لسماع صوتك وكلمتك. في اسم يسوع بصلي وأعلم أنك أنت موجود تسمع وتستجيب. لك كل المجد. آمين. تعالوا هيك مع بعض في البداية نقول له لك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. لك كل المجد. لك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. لك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أنت Thank you.
معي مستحق في كل المجد يا يسوع، مستحق تسجد لي كل روحة تسجد لي واللسان يعترف لي مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، قول معي كل عالمي ينحني، كل مهتم يثبتني لما نيجي نقف قدامك. خلي حضورك يملى عينينا، ترنيمي هيك واحنا واقفين، قول له من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان، مش بلا مشاكل ولكني عايش دايما فرحان، مش بلا تحديات في الحياة لكني بالرغم من هذا عايش دايما فرحان لأني قابلت الرب يسوع وقابلته في حياتي، لأني عارف بمن أمنت وممكن أنه يقدر أن يحفظ وضيعتي لذلك اليوم. أمين؟ من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وأنا عايش دايما فرحان، فرح قلبي وغفر خطاياي وترح في بحر النسيان، أنا قلبي فرحان. مين فرحان؟ مين فرحان؟ كم واحد فرحان؟ كم ارفع ايدك اذا فرحان، ارفع ايدك اذا مش فرحان، خليك منزل ايدك على القليله، اذا فرحان على القليله يا اخي بنشوف صف اللوري اللي قدام، اللولي مش اللوري، صف اللولي. امين، على القليله ببين على وجهك انك فرحان، يعني ما بقدر اقتنع ان انت عامل لي هيك في محضر الرب اللي يهرب منه كل حزن وتنهد. محضر الرب يهرب منه كل حزن وتناهد. أنا مش بقول آيات من عندي، أنا بقول أشياء الله قالنا إياها عشان يعرفنا، يفهمنا شو محضره. أمين، على القليل ببين على وجهك، على القليل ببين إذا فرحان على وجهك. أمين، تعالوا لها مع بعض، قول معي. من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وأنا عايش دايما فرحان، وترحى في بحر النسيان، قلبي فرحان عايش بأمان، قلبي فرحان عايش بأمان، من يوم ما حصلت على الغفران مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان
عشت في كل مكان عن السعادة الحقيقية، ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية. لكن من يوم ما بقيت يسوع، لكن من يوم ما بقيت يسوع، حررني وفتح لعيني. مجدا ليسوع شكرا، شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. قال لي مغفورة لك خطايا، في الحال ساعة ما لجأت إليه اعترفت بكل ذنوبي والنعمة انسكبت من شفتي. قال لي مبروك مبروك عليك، قال لي مبروك بين المفتوح على حساب الجنب المجروح. من آمن واعتمد خالص بكلام مكتوب وبكل وضوح. خد لك نصيب مع الحبيب، خد لك نصيب مع الحبيب، واطلب الرب لأنه قريب. مجدا ليسوع شكرا، قول معي قلبي فرحان بيسوع، هفرح بيه علشان انت بتكفيني. انا ههتف عشان انت بتحميني. قول كمان مرة، هفرح بيه علشان انت بتكفيني. انا ههتف علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسكوت هتتغير تتغير وتشرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي قول تشبعني. أنا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، أنا هفرح بيه علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، أنا هفرح بيه علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك. وياك شدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة لمجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، وخيانتي وكسر وياك وياك يتجدد. تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة لمجد جلالك. علشان انت بتكفيني، علشان انت بتكفيني، علشان انت بتكفيني، علشان انت بتحميني. امين. تفضلوا. زي ما قلت لكم احنا فرحانين بالرغم من التحديات والصعوبات والمشاكل، بس مش احنا يعني مش متروكين في المشاكل لحالنا. مظبوط، احنا فرحانين حتى لو في مشاكل، حتى لو في ضغوطات، حتى لو في انكسارات في الطريق بعض الشيء، لكن نعرف انه كلها من اجل خيرنا ومن اجل تعليمنا، لانه الهنا اله صالح واحنا تبعه، احنا تبعه خلاص، احنا لإله. لكن بالرغم من هيك الله ما رح يسيبك برضو لحالك في هاي الطريق. تنمي الجاي بتقول لك ما تعولش الهم، ما تخافش، ربنا موجود، الهك حي ما بينامشي وما لهش حدود. اطمن روح لطبيب الروح، الباب مفتوح، بابه مش مسدود. قل لي تخاف ليه ومتشال في عينيه، متشال في عينيه. تعالوا نقول هاي الترنيم مع بعض، ما تعولش الهم. بس هاي الترنيم مش بدك تقولها للرب، هاي الترنيم بدك تقولها لأخوك اللي جنبك، بدك تعلي صوتك عشان أخوك يسمعك. مكلمينا
بعضكم بعضا بتسبيح ومزامير. اليوم مكلمين مين في هاي الترنيمة؟ مش سامع. مكلمين بعضكم، بحسسين انكم عم تتفرجوا على التلفزيون، في انتر اكشن هون. احنا بقدر انا اتواصل معكم، بقدر اروح البسكو على فكرة. مكلمين بعضكم بعضا، مكلمين بعضكم بعضا بتسبيح ومزامير واغاني روحية. هاي الاغنية الروحية كلم فيها اخوك وشجعه، كلمي فيها اختك وشجعيها. يمكن مش انت المحتاجه هلا، يمكن اخوك اللي جنبك محتاجها، كلم اخوك فيها. امين. تعالوا نشجع بعض في هاي الترنيمة مع بعض. ما تعلش الهم، ما تخافش، ربنا. كم واحد يقول امين؟ قول معي. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا إله حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود. طمن روح لطبيب الروح، قلبه مفتوح بابه مش مسوح. قول لي تخافني ليه، اتشلت عينيه، مينقوش في ايديك، شعرك معدوم، ربنا ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ما إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود. موجود ده إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. وعليك بيسوك خليك مسؤول عنك على طول. الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ربنا
تعولش الهم وما تخافش قول ربنا موجود ربنا موجود. بدي أسمعك تقول معي إلهي حي. إلهي حي. لا ينعس ولا ينام. لا ينعس ولا ينام. أمين. قولها كمان مرة معي إلهي حي. إلهي حي. لا ينعس ولا ينام. لا ينعس ولا ينام. وأنا له. وأنا له. وهو لي. أمين. بدنا للصبح لو بدنا نقول شو إحنا بالنسبة له هو شو بالنسبة لنا. أمين. تعالوا هلا بكل وقار وخشوع نسمع على صوت الله وكلمة الرب لنا. دكتور عصام ربي باركك تفضل. نشكر الرب لأجل كل نفس حاضرة في هذا المكان في بداية الاجتماع. قلبي وقلب كل واحد منا في هذه الكنيسة يتوجه إلى الأمهات في يوم عيد الأم، اللي أقول لكم أن بركة الرب هي معكم. ونحن في هذه الكنيسة الرب أكرمنا بأمهات قديسات مؤمنات، وبعض من الأمهات الرب أكرمنا بأمهات أيضا ربوهم على الإيمان الحي، وأنا تعرفت عليهم على الأمهات والأمهات يعني، وكان لي شرف أن أتعرف عليهم، وبعض منهم ذكراهم الحلوة أثرت حتى الرب أعطانا وأغنانا في أمهات قديسات. وهناك أيضا في هذه الكنيسة أمهات لم يلدن أولادا في الجسد، ولكن كانوا بالفعل أمهات قديسات بكل معنى الكلمة. أذكر منهم بعض النماذج، أختنا أليسا التي هي عند الرب يلي ربت أولادنا مع أنها لم تنجب أولادا، ولكن كان لها أولاد في الإيمان. ونذكر الدكتورة نينا طيبة الذكر، كان لها أولاد في الإيمان وتأثير في الإيمان. لذلك في هذا اليوم في عيد الأمهات نحيي ذكرى هؤلاء، لأن ذكر الصديق للبركة. بدي بس أطلب منكم في الصباح قبل ما نبدأ في قراءة كلمة الرب أن نحن رؤوسنا لبضع دقائق حتى نتذكر أمهاتنا ونتذكر هؤلاء الأشخاص وعيال هؤلاء الأشخاص العاملين معنا في تربية الأولاد. وبطلب منكم بشكل خاص أنه تذكروا إختنا وداد جرجور، والدة الدكتور عماد جرجور ودكتورة لميا ودكتورة لميس، لأن وضعها صعب، هي في العناية الفائقة، فأرجوكم تذكروها في هذا النهار. ونذكر بشكل خاص بعض الأحباء اللي رب وضعهم على قلبنا، أخونا جاد لحود من عمه لسامي توفيت ولدته في هذا النهار في لبنان، فأرجوكم نذكرهم في الصلاة. إلهنا القدوس يا رب نشكرك لأجل حضورك معنا، لأجل كل شخص موجود في هذا المكان، لأنك أنت تتمشى في وسطنا تعمل عملك بروحك. سيج على هذا المكان يا رب عمل نعمتك، ورش علينا من دم ابن محبتك السيد الذي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. نصلي في هذا الصباح أيضا أن يحل شخص روحك في هذا المكان بقوة لكي تقدر أن تعمل في قلوبنا. نوجه أزهار أنظارنا نحوك أيها السيد. نرفع عائلة جرجور يا رب في هذا في هذا اليوم، ونصلي من أجلهم، نصلي لأجل أختنا وداد يا رب، أنت القادر على كل شيء، احفظها أيها الرب ومد يدك نحوها جسدا وروحا ونفسا. نصلي أيضا لآل لحود يا رب، وخاصة أخونا جاد الذي أنت ربحته إلى الملكوت من خلال خادمك سامي، فأرجوك أن تعزيه وتقويه في الإيمان. بارك كل نفس موجودة في هذا المكان. نشكرك يا رب لأجل شفاء أخونا إرميا ووجوده معنا، وكل الأحباء الموجودين في هذه القاعة. تمجد من خلال عمل نعمتك في شخص ربنا يسوع المسيح. لك كل المجد
باسمه أيضا نصلي آمين. دعونا نقرأ بعض الكلمات أيها الأحباء من كلمة الله، كلمات قليلة من خروج أصحاح 20 وعدد 12. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. وأيضا من إنجيل يوحنا الإصحاح 19 عدد 25-27. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك، أي مشيرا إلى يوحنا الحبيب. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك، هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. يوم أمس سألتني والدتي أمي وقالت لي: عن من ستتكلم يوم غد؟ قلت لها: سأتكلم عن العذراء، عن مريم العذراء الأم المباركة بين النساء. قالت لي: هذه هديتي في يوم الأم، أنا بحب العذراء. قلت لها: ونحن بنحبها أكثر منك كمان. نحن نحب العذراء لأنها أظهرت حياة المسيح وعاشت للمسيح وعاشت للرب دون سواه. كانت تعكس نور الرب الإله. في هذا اليوم لا يمكن أن نتكلم عن الأمهات بدون أن نتكلم عن الأم التي كان لها أكثر تأثير في التاريخ البشري في تدبير من الرب. انظر إلى أكثر ديانتين انتشارا في العالم، المسيحية والإسلام، والموضع المعطى لهذه القديسة العذراء مريم، والمكانة في العالم أجمع. لكن كان لها التأثير الأكبر بتدبير من الرب. ولكن عظمة مريم العذراء هي في أنها تواضعت وأخفت نفسها خلف صليب يسوع المسيح، وأظهرت يسوع على أنه هو الطريق الوحيد وهو الحق والحياة. لذلك نريد أن نتأمل في بعض ملامح من أو مظاهر لهذه النعمة الغنية من خلال مريم العذراء. يمكن بعض منكم سمعني بتكلم عن مريم العذراء سابقا، وأريد أن أتكلم عنها من وجهة نظر أخرى، من وجهة الأم. تكلمت عن بعض هذه الأشياء، ولكن أريد أن الرب يساعدنا في هذا الصباح ونحن نتكلم ونتأمل بهذه الأم على أنها عاشت حياة المسيح، عاشت بملء روح المسيح، فكانت لنا مثالا حقيقيا. على فكرة الرب أعطانا تعابير في كلمة الله حتى يفرجينا أنه هو محبة، تعابير من واقع حياتنا لناس بيعكسوا المحبة. فمثلا الرب شدد وأخذ فكرة أن الله هو الآب، أن الله الآب. من هيك نحن صعب منصلي من الأبان الذي في السماوات. وشدد على الفكرة دائما حين يتكلم عن الله أنه هو الله الآب، حتى نشوف بالآب حنان الآب وحكمة الآب وطهارة وجلال الآب الحقيقي المحب. أيضا في كلمة الله يعطينا نموذج أن الله في محبته وفي تعزياته لنا بدلعنا وبحبنا كما تحب الأم أولادها. قال أنه بيقول لك في الكتاب: كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، هكذا أعزيكم أنا. صورة يعني حنان الأم، يا رب يظهر نفس الحنان الذي تظهر الأم المؤمنة لأولادها. لبل الرب أعطى نموذج وحط حنان في الأم حتى تعكس محبة الله. وهذه المظاهر نراها في مريم العذراء كأم.
المظهر الأول أنها كانت نموذج المحبة المضحية باستمرار، المحبة المضحية أجابي. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. المن لا يحب أخاه فهو قاتل نفس. الله محبة، وتعبير المحبة هون باليوناني أجابي معنى هي المحبة المضحية، المحبة التي تستر كثرة من الخطايا. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. تأمل بحياة مريم العذراء، خصصها الرب. من بين كل النساء في التاريخ البشري لم يجد امرأة أفضل من أن هي تهتم في المسيح ويولد منها المسيح، ما يسميه الكتاب ابن محبته، أي ابن الله، لأنه لم يكن له أب بشري، أتى من الله، مصدره الله، وهذا انبثاق روحي وليس تناسلي وليس جسدي. هو كان ابن في الجسد، ولكنه من ناحية الروح، لأنه هو كلمة الله وهو روح منه، هو انبثق من هناك من الله. بس لم يجد امرأة تقدر مش بس أن تحمل هذا الطفل، هذا الجنين، ولكن أن تهتم به إلى أن يكبر ويقدم ذبيحة لأجلنا إلا مريم العذراء. من هيك دعيت المباركة في النساء، من هيك خصصها الوجدت نعمة في عيني الله. بس كل حياتها كانت ألام، حملت مع المسيح صليبه، صليب العار من بداية حياتها. اليوم حين تقرأ في التلمود يذكر عنها أنها كانت امرأة زانية، وأنه هو ولد من زنا. يعني ببيئتها بمجتمعها ما قدروا قبلوا موضوع أنها كانت عذراء مريم، وأنه هو ولد من عذراء، لما اتهموها زورا أن هذه الامرأة القديسة أنها كانت زانية. وبتعرف البعض منا هون يلي اضطهدوا من أهلهم ومن بيئتهم لأجل الإيمان بيفهموا بعض الشيء عن ألام هذه المرأة، بس ما بتلاقيها ولا مرة تتذمر. اعتبرت أنه جزء من رسالتها هي أن تعكس محبة الله المضحية، وأن تتألم بشدة من أجل دعوة الله العليا، وأن تعكس محبة الله ومحبة المسيح. تألمت مع المسيح، فكانت فعلا نموذجا نحن نتمثل به، كما يقول في عبرانيين 1:13-7: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يريد نحن نتمثل في إيمانها في شخص المسيح. انظر إليها من بداية حياتها، وقت الرب دعاها، وقت الروح القدس حل عليها وحبلت في المسيح بنعمة الله وبقوة الله، بدأت هناك رحلة الألام، رحلة الألام. شوف كيف ولدت في بيت لحم حيث لا يوجد مكان، مع البقر ومع الغنم ومع الماشي، شوف الذل. وثم بدأ الاضطهاد، وهيرودس الكبير حاول أن يقتل الطفل في بيت لحم، فهربوا إلى مصر. يعني she was a refugee، بتعرف شو كانت؟ كانوا يعني من اللاجئين والمهجرين. من هيك أنا حين أنظر إلى أشخاص يلي تهجروا من العراق ومن سوريا ومن أماكن أخرى، قلبي يحن حين أرى الأمهات، لأني أذكر مريم التي كانت لاجئة راحت لمصر هناك، وأنا أشكر مصر والمصريين الذين احتضنوا سيدي وأم سيدي. ولكن هناك أيضا في بعد العودة من مصر كانت حياة في الفقر وفي الصعوبات. ما أعظم الرب! لم يبحث بين النساء عن امرأة ثرية، لم يبحث عن أميرة تملك قصرا كبيرا لكي تربي سيدي، لم يبحث بين النساء عن امرأة ذات علم ومعرفة وثقافة، بحث بين النساء عن امرأة ذات قلب طاهر تحبه من قلب طاهر بشدة، عن امرأة تحب كلمته وصوته. ليكن لي كقولك، حين قالت له
أنا آمة الرب، أي أنا عبدي، يعني أنا آمة الرب، ليكن لي كقولك. انظر إلى هذه الأمرأة وما أحلاها وما أجملها، لأنها تعكس محبة الله المضحية. وإن كانت رسالة اليوم لنا نحن الذين اختبرنا المسيح، نحن الذين سمعنا النداء أن نحيا هذه الحياة المحبة، ذات المحبة المضحية تجاه بعضنا البعض، تجاه قضية المسيح، نحتمل الآلام بفرح، لأن نعيش نحن في وسط إرادة الله، أن نختبر هذه المحبة المضحية تجاه بعضنا البعض. ما أحلى هذه الترنيمة الحلوة، يا من سمعتم الندى، يا من أخذتم الهدى، يا من قبلتم الفدا، ردوا على الآب الصدى، حبوا كما أحببتم. رب يعطينا أن نعيش هذه الحياة، حياة المحبة. قالت مريم أنا آمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. أول شيء خافت وأتألى أنه أنت حبتحبلي وحبتلدين طفلا، ها أنت تستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الخافت، قال هذا يكون عظيما، شجعها الملاك. وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب، ليكن لي كقولك. لأنه في البداية خافت حين تستحبل تين ايجر مخطوبة وهي ليست متزوجة، خافت من الناس لأنه كان بحسب الناموس، بحسب القانون أن ترجم، كانت ستعتبر زانية واعتبرت زانية فيما بعد من أهلها ومن بيئتها. ولكن حين دعاها الرب إلى رحلة الألام إلى طريق الصليب قبلت. ما أحلى هذه القصة، أنا شاركتكم فيها فيكتور هيغو حين يكتب عن أم أثناء الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت ثورة الدم في نهاية القرن 18، وكانت حقيقة كحرب أهلية في فرنسا حين ثار الناس على الملك وبعد قتل الملك. وبيقولوا بباريس كان هناك كثير من الأمهات المهجرات، وفي منطقة معينة اللي صار فيها حرائق كثيرة هربت مجموعة من النساء مع أولادهن. وبيقول جنديين كان يبحثان في الغابة عن بعض الثوار والمجرمين، فلقوا امرأة مع أولادها يموتون جوعا، فأعطوهم رغيف صغير، مش مثل هذا الرغيف الفرنساوي الكبير بتشوفوه اليوم، واحد صغير هيك رمولونيه، وهي عندها 4 أولاد. قال بعدين طلعوا شوي هالضابط ومعه الجندي حده وبدأوا يطلعوا عليها، لقوها عم تعمل بالرغيف وبتعطي ولادها بتشبعهم لخلص الرغيف. فسأله الجندي للضابط، قال له لم تأكل شيئا، ألعلها لم تكن جائعة؟ قال له يا صديقي لم تأكل شيئا، نعم، ولكنها ليست لأنها لم تكن جائعة بل لأنها أم. ما هو الأم المضحية تجاه أولادها تعكس محبة الله المضحية. ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا، قال ونحن أعداء صلحنا بموت ابني. هذه هي محبة الله للناس. دي المودي بيقول هذه الرواية، بيقول بالنهاية وقت التلاميذ اجوا وشافوا الرب المقام وتكلموا معه ودعاهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وأخبروهم بجميع وعلموهم بجميع ما أوصيتكم به. قال سأله أحد التلاميذ، هيك يتصور دي المودي، أنت تقول لنا أن نذهب ونخبر العالم أجمع بغفرانك؟ فقال لهم نعم. قالوا أن نذهب ونخبر ذاك الذي طعنك في الحرب أنه مغفورة خطاياه وأنك أنت مت لأجله؟ قال له نعم، هذا تماما ما أريدك أن تخبر به، أن نخبر أن اليهود الذين صرخوا أصلبه أصلبه بغفرانك. قال لهم هذا ما أريدكم أن تخبروا به لتعلنوا للعالم أجمع
عن محبة الله وغفرانه. خبرتكم عن ليليان تراشر يلي حين أقرأ حياتها مرة بعد مرة، هذه الصبية الحلوة الرائعة ليليان تراشر ذهبت إلى مصر في ريعان شبابها 1911 وطلعت على أسيوط، وهناك الرب وضع على قلبها مع أن ما عندها جنس الموارد وعمرها 23 سنة أن تتبنى الأولاد. كانوا يسموها ماما ليليان، وتبنت أول بنت يلي أهلها تركوها، ماتت أمها، وتبنت تاني ولد، وبعدين واحد من الأولاد يمكن خامس ولد، ولد سمته حبيب، وحبيب مرض بمرض الطاعون هديك الأيامات، مرض الطاعون هلأ بالأيامات بخوف، مرض في مرض الطاعون. فأتوا إليها على بيتها وقالوا لازم ترميه، لازم تخلصي منه لحبيب، عمره 5 سنوات. وبعدين 2 من الأولاد البنات التانيين معها في البيت مرضوا في مرض الحصبة، فلكن ظنوا أنه طاعون، قالوا له خلصي من هالأولاد، قالت لهم أبدا، لأنه الله محبة ولم يتركني لحظة. وهو قال أن حتى هؤلاء ينسينا، هل تنسى الأم، هل تنسى المرأة رضيعها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لأنساكم، الرب ما بيتخلى عني، لا يتركني ولا يهملني، فكيف أنا أتخلى عن هؤلاء؟ هذه هي محبة الأم الحقيقية، نراها في مريم العذراء، المحبة المضحية باستمرار. وأنا أريد أن أقول لك وأقول لك، ما فيك أنت تختبر محبة الله وغفرانه في عمق إلا ما تقدمها للآخرين حواليك. الله لا يعطي هباته كعدم، لا يعطيها لشخص بدون أن هذا الشخص يوزعها للآخرين أيضا، لأن الله محبة. الله أنعم عليك بمال وبصحة وبقدرة حتى تعيش أنت لا لنفسك ولكن للآخرين حواليك، ليس فقط لنفسك وليس فقط لعائلتك ولكن لعائلة الله، ولكي تمد يديك إلى المساكين. هذه هي نعمة الله، ما فيك تأخذ محبة الله وما فيك تأخذ نعمة الله وتسكر عليها الأبواب وتحصرها في مكان معين. من هيك أنا أقول نحن كجماعة من المؤمنين في هذه الكنيسة علينا أن نكون نحن تجري من بطننا أنهار ماء حي، وإلا صفينا مسكرين على أنفسنا منصير مستنقع، منصير مثل البحر الميت. أنت سامع البحر الميت؟ بحر الميت بسموه بحر ميت لأنه ما بتقدر الأسماك تعيش فيه ولا بيقدر شيء مخلوق يعيش فيه. أنت عارف ليه؟ لأنه المياه تأتي إليه ولكن لا تخرج منه، فبيكتر الملح، بيكتر الصوديوم، بيصير هايبرتونيك سيلين. سمع بالهايبرتونيك سيلين؟ وهذا الهايبرتونيك سيلين يقتل كل شيء ما له شكل الحياة، وبيصير البحر الميت ميت لأنه لا يحيا فيه شيء آخر. يا إما في الكنائس ميتة لأن مثل البحر الميت تأخذ ولا تعطي، وما حياة مؤمنين قال لهم اسمهم أنهم حي ولكنك ميت، وناس بتأخذ بس ما بتعطي. بس بدك تعيش الحياة يا الفياضة، عيش حياة يلي تجري من بطنها أنهار ماء حي. هذا إشارة للروح القدس الذي يحرك قلبك لكي تعطي، لأن المحبة هي المحبة التي تعطي، هي المحبة التي تعطي. لا تخجل أنت في اسم المسيح ولا في محبة المسيح، بل عش هذه الحياة التي يتكلم عنها الكتاب، عش هذه الحياة. ما هي قيمة الإنسان؟ سألنا نهار الجمعة، راح عليكم كثير الأشخاص ما كانوا معنا الجمعة، الحياة التي لها قيمة، ما هي قيمة حياة الإنسان يا حبيبي؟ الحياة التي لها قيمة هي الحياة التي يجري من خلالها، تجري من خلالها حياة المسيح، وتظهر من خلالها محبة الله من خلال المسيح الذي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. بيقولوا عن لينكولن، عن لينكولن رئيس جمهورية أمريكا، بيقولوا عنه أنه كان متأثر كتير في أمه، كان يقول أمه كانت مؤمنة حقيقة قديسي، بيقول أنا كل ما أنا عليه وكل ما أرجوه هو نتيجة لصلوات أمي. الوقت كان شاب صغير وراحوا كانوا مشين في إلينوي وأمه مسكته في إيده، كان في شخص أسود عم بيجلدوه،
فبدأت أمه تبكي وقال لي أمي لماذا تبكين؟ هذا شخص ما بنعرفه. قالت له لأن هذا أخوك في الإنسانية، وأنا أصلي يوما ما أن هذا العذاب وهذا الظلم أن يتوقف، وأنا أصلي لك يا إبراهيم أنك يوما ما الرب يستخدمك لكي تحرر العبيد. قال هذه الصلوات أمي كانت تحلحقني كل حياتي. لما صار رئيس جمهورية كان أول شيء اللي عمله ب 1863 هي الإمانسيبيشن، حرية العبيد هنا في أمريكا، وكلفته غالي لأنه خسر حياته بعد سنتين وقتل. لكن هذه كانت صلوات أمه، قالت له هذه هي دعوة الله إليك، دعوة الله إليك. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية، هكذا العذراء تبعت المسيح حتى النهاية، لم تخجل باسم المسيح، وعاشت حياة المحبة للآخرين التي تعكس محبة الله الفائقة المعرفة، لم تخجل به مع أنه مكتوب عنه أنه لا صورة له كان ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. تعرف على الصليب ما كان في شيء له منظر نشتهيه، كان كتلة من الدم ومن الألام من اللحم الممزق، لكن له منظر لنشتهيه. من هيك العالم قالوا مش معقول، مش معقول هذا يكون المسيح المنتظر. ما كانوا عم يقدروا يفهموا، المحتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، الحزن ومستر كمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. من هيك فانت في وسط هذا العالم الذي يحتقر المسيح ويحتقر أولاد المسيح ويحتقر كلمة المسيح، وقعد تفكر حالك انك انت عايش بامريكا هون وحبزقفولك اذا بتقول انك مسيحي. للاسف الشديد ان نحن في امريكا اصبحنا في مرحله ليس ما بعد المسيحيه، ولكن في مرحله اضطهاد المسيحيه، في مرحله العداء للمسيحيه الحقيقيه التي نراها في كلمه المسيح. الجو حواليك رايح الغرب اليوم في الشر وفي الخطيه، ولكنك لا تخجل في محبة المسيح وفي نعمة المسيح في شخص المسيح لكي تحيا هذه الحياة، هذه المحبة المضحية باستمرار. لازم يشوفوا الناس يلي هن أعداء الإنجيل محبة الله فينا ولطف الله الذي يقتادهم إلى التوبة، الذي يقتادهم إلى التوبة. تاني شيء التواضع والانكسار. تعرف وقت قال الرب أنه هي المباركة في النساء أو ما بين النساء، يعني أنا لو بيقول لي هيك الرب أنه كل الأجيال ستطوبك، أو إذا قال لك أنت هيك بتعرف معقول واحد يكبر راسه شوي، مظبوط ولا لا؟ بس ترى هذه الأمرأة بتواضعها الهائل، كيف ما شافت في إلى أي امتياز آخر، مع أنه الرب أكد عدة مرات حقيقة هو إلى حين كان يتكلم معها، حين تقول هذا التعبير هو ذا نآمة الرب، أي أنا خادمة الرب، ليكن لي كقولك. من هيك ما أحلى هذا التواضع. تعرف التواضع مش من شيء منا نحن المشرقيين، مظبوط ولا لا؟ نحن عنا بالشرق يدين اشتدي وما حدا نقدي، مظبوط ولا لا؟ ما بيقولك يا خيي حتى عنا لبنان شوف تواضعه. مرة مع مجموعة من الأطباء أصدقائي رحنا على مصر وزرنا المتحف، وفي شخص هناك من مصر بالمتحف عم يشرح لنا عن الحضارة المصرية، وشرح لنا إنه كل شيء كويس بالعالم جاي من مصر. زعلوا اللبنانيين، صاروا لا مفكرين كل شيء جاي من لبنان، صار حبيصير في عنا يعني معركة. قلت لهم يا جماعة روقوا بالكم، جايين نحن على رجين على المتحف كم ساعة بس هيك لنغير فكرنا. هداك بده يقول لك مصر كل هي أصل كل الحضارة، حرية المرأة ونفرتيتي وما عاد عندنا شيء. وهداك بدي أقول لك نحن لبنان لا يا خيك، وآخر شيء اختلفوا على مين عنده الأحرف الأبيجدية. قلت له يا جماعة روقوا، هذا الزلم يعني بيقول لي مصري، طيب أنتوا بلبنان خلي حكوا اللي بدكم إياه. ونحن لبنان بتعرف شوف شوف هون بالولايات المتحدة هنا الرئيس الجمهورية شو بيسموه؟ مستر بريزيدنت. مستر بريزيدنت يا أخي عنا نحن مستر، فيك تقول له مستر للرئيس، سيادة الرئيس، فخامة الرئيس. يا أخي بيكون واحد رئيس دايرة بدك تعمل له سيادة الرئيس وتهز راسك، يعني معقول؟
شوف التواضع عندنا نحن شيمنا. بعدين لا عد والحقني يا أخي، رئيس الدولة، طب شو بتعيط له؟ دولة الرئيس، دولة كلها صارت فيها بهذا الشخص، رئيس الوزراء، سعادة السفير، سعادة النائب، سعادة. وعنا حتى دخل هذا الوباء إلى عنا نحن صف في سيادة المطران وهبطة البترك. يا أخي شوف هذا الشخص العظيم الذي أتى إلى هذا العالم، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان، الكل له وبه قد خلق. شوف هذا الشخص الذي إجا وغسل أرجل التلاميذ، شوف هذا الشخص الذي أتى خادما، أتى لكي لا يخدم بل ليخدم. وشوف هذه الأمرأة التي عاشت للمسيح وسكن فيها روح المسيح، هو ذا أنا آمة الرب، خادمة الرب. نتعلم منها. شوف النشيدها الرائع في إنجيل لوقا 1:46، فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، أي أنها اختبرت الخلاص كما نعلمه نحن اليوم، اختبرت الخلاص واعترفت أنها هي بحاجة لخلاص، لأن من منا بلا خطية؟ في واحد فقط معصوم عن الخطية، هو شخص المسيح. بعدين بتقول بعدد 48: لأنه نظر إلى تضاعمته مرة تانية، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، صنع قوة بذراعه، أي الله، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. بيقولوا عن وودرو ويلسون يلي كان أسيس وبعدين انتخب رئيس جمهورية أمريكا من 100 سنة، انتخب بعتقد 1916، يعني 99 سنة، كان مؤمن حيا العقد العالم، لأنه رأس تعرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتواضعه. وبنهاية الحرب دخلت أمريكا الحرب الأولى، هاي الحرب الأولى، وبعدين صار الانتصار، بقى دعوه لمؤتمر فرساي، وهناك راح صار يتكلم لهم في مؤتمر فرساي بلغة لا يفهمونها. مستر سايكس رئيس وزراء إنجلترا، ومسيو بيكو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية فرنسا، يعني هولي إنه شو صار يحكي لهم عن مساواة الإنسان وحقوق الدول ونعطيهم حريتهم، وكله رقة وكله حنان وكله تواضع. قال عقد أوروبا، صاروا مش عارفين كيف بدهم يخلصوا منه، هول الفرنسيين كان بدهم اياهم يساعدوهم في الحرب، لقوا مثل هذا المصيبه اجت عليه حريه العالم. اخر شيء طلعوا بفكره قصه الانتداب، قال بيحطوا هاي الدول تحت انتداب، يعني بيحكمونا بطريقه غير مباشره. نحن بلبنان صرنا تحت الانتداب الفرنسي، وبالاردن عندكم وفلسطين وحطوهم، والعراق انتداب الانجليزي، وسوريا انتداب فرنسي. يعني قال حتى يلاقوا فكي، قال مش عارفوا كيف بيخلصوا منه. بشوف ساعة بيكون في روح المسيح يهيمن على حياتك، بيكون في اتضاع المسيح. قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، تجدوا راحة لنفوسكم. مثل ما قلنا نهار الجمعة كنا نتكلم على من هي، ما هي قيمة الإنسان، الحياة التي لها قيمة. شوف تعلم من مريم العذراء الحياة التي لها قيمة، كانت صامتة وكانت خاضعة وكانت قانعة وكانت ناصعة وكانت دامعة وكانت متواضعة، لذلك هي العذراء الرائعة. انظر إليها، ترى فيها حياة المسيح. الحياة التي لها قيمة هي الحياة التي تعكس شخص المسيح وتشير دائما إلى المسيح. بتعرف بعرس قانا الجليل لما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. يعني عم تقول له أعمل لك عجيبة ما خلص الخمر. شوف كيف جوابها، جوابها أنا بعتقد بكل احترام، قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، ومقصود فيها ليدي امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. يعني جوابها كأنه هو الرب، وأنك أنت من الناحية الروحية أنت امرأة، أنت ما بتعرف التوقيت الكامل، ما عندك الفكرة الكاملة،
شوف بمتى 12:48-50. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ قالوا له: أمك وإخوتك ناطرينك. فأجاب السيد الرب يسوع: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. يعني سواها بالناس يلي بيصنعوا مشيئته، لأنها فعلا كانت إنسانة وهي كانت تحيا هذه الحياة، إنها مثل غيرها. من هيك نحن نسيء إلى العذراء مريم، إن كنا نحن لا نعطيها ولا نكرمها على أساس تواضعها، لأنه كانت عذراء مريم يد تشير إلى شخص المسيح. مهما قال لكم، شوف كان جوابه: فافعلوه، روحوا عند الرب، اسمعوا إلى كلمته. نحن نتمثل بها أن نشير إلى المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نحن نكرمها أن أكرمنا ابنها على أنه هو الوسيط الوحيد، لأنه هناك إله وحيد ووسيط وحيد بين الله والناس. هذا ما تقوله كلمة المسيح، الإنسان يسوع المسيح. نحن نكرمها إن كنا نكرم ابنها ونحبها، لأنها أكرمت الابن وعاشت له. يا لها من امرأة. تعرف مش هين إنه هو ابنه في الجسد وإلا يتكلمها مالي ولك لامرأة. نحن تعلمنا إنه نسمع لأمهاتنا، لأنه إحنا بشر، ولكنه هو أكثر من بشر، هو في الكلمة الأبدية، هو ابن الله الحي، ونحن مجرد بشر بنسمع الكلمات. تعرف أنا تعلمت أسمع لأمي من حوالي 2 سنين. بدي أقول لك القصة، كنت طالع على إنديانا بدي أعطي محاضرة، وكان حوالي الوقت مثل هالوقت هذا بأيار، وأنا بعد ما ضبيت أغراضي وتارك ووالدتي معي، وأنا بشكر الله لأجل حياة ولبركة حياتي علي حياة. قالت لي أمي: وين رايح؟ قلت لها: رايح على إنديانا، بس كان الدنيا حر هون. قالت لي: أخذ معك كنزي؟ قلت لها: يا ماما أنا صار عمري فوق 50، وتاني شيء أنا عشت بإنديانا 2 سنين وتخرجت من هناك. قلت لها: المحل رايح منه أنا عشت فيه هلأ أيار. قالت لي: معلش خذ معك كنزي، ما بتعرف كيف الطقس بيتغير. قلت لها: يا ماما مش حاب أخذ معي كنزي، أنا بعرف طقس إنديانا وأنت ما عشتي بإنديانا قد ما أنا عشت. ورحت طلعت بالطيارة وصلنا على إنديانا، كان عم بيقابلني شخص مسؤول كبير. وصل على المطار، أول ما وصلنا وشافني خدني قال لي: دكتور جايب معك شيء؟ لبس جاي هيك بالقميص لوحدة؟ قلت له: لا، ليه شو فيه؟ قال لي: متغير الطقس برا برد. قلت له: يا دعني خليني خبرك عن أمي، ما بيسمع لأمه ليك شو بيكتر همه حقيقة. قلت له: قالت لي جيب معك كنزي، وصرت أحكي له، قال لي: معك حق، كان لازم تسمع لأمك. طلعنا لبرا ودنقنا، بتعرف شو دنقنا؟ يعني بردنا، مغير الطقس، نزلت الحرارة 30. نحن هون بتكساس عايشين، بتنزل ل30 يعني تحت الصفر. بقى حلو تسمع لأمك، بس السيد اسمع للسيد أولا، الذي بيده زمام الأمور. قال: أطيعوا أباءكم في الرب. من هيك أنت تعلم من هذه الأمر العظيمة في تواضعها. إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي فأني أسمع من السماء، ورجعوا عن طرقهم الردية فأني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. ثالث شيء نتعلمه من العذراء مريم هي صلاة الامتلاء والانتظار. كم يتأثر الإنسان أيها الأحباء حين يتذكر وحين يتأمل في أعمال الرسل 1 و4 و8 وأيضا خاصة عدد 14. 1:14: بعد ما دعاهم الرب أن لا يبرحوا من أورشليم وقال لهم: ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. قال: صلوا وانتظروا موعد الآب، صلوا للامتلاء من الروح القدس حتى الرب يملك حياتكم وروح الله يحل عليكم بقوة تمتلئوا من الروح القدس. وهذه دعوة إلى كل المؤمنين، حين يصف أن هؤلاء كانوا يواظبون في الصلاة، أي التلاميذ،
بانتظار مين كان قاعد مع التلاميذ؟ قال هؤلاء كلهم، أي التلاميذ، كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع وأخوته. كان جالس هناك مثل مثلهم، مع أنه هي مميزة عنهم. لأقول لك كيف مميزة عنهم، ليس فقط أن أم المسيح في الجسد، ولكن هي من القلائل يلي ما هربوا وقت الصليب. هول الرجال يلي كل واحد عنده شنب كبير، بطرس والمجموعة التانيين، كل واحد بيقول لهم هربوا، تركوه وهربوا، هيك بيقول لك الكتاب. هي بقيت معه لآخر لحظة، كان فيها تقول لهم لا يا جماعة نحن وين كنتوا أنتوا بيوم الضيق، مزبوط ولا مين كن أنتوا لاجئين هلأ بدكم تطلبوا الروح القدس؟ لا 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 لا، ما كانت في الجسد. الجلسة جلست معهم لأنه هو الأولاد الله، وشعرت بامتياز أن تكون معهم في الصلاة. الرب يعطينا أمهات هكذا مصليات. قال بتقول فاني كروزبي، قال هؤلاء كانوا يواظبون بنفس واحدة أما منتظرون الرب، يقول بإشعياء 40:31، وأما منتظرون الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. كم نحن بحاجة إلى أمهات وإلى سيدات وإلى أخوات وإلى إخوة أيضا مصليات ومصلين. نحن بحاجة للذين ينتظرون الرب في عالم شح فيه الصلاة. الناس ما معه وقت تصلي، ما معه وقت تطلب الملء، ما معه وقت تعيش للرب، ما معه وقت تصلي لأجل أحبائنا. فاني كروزبي ولدت عمية، كانت سودة، كانت تروح ترنم في اجتماعات الانتعاشية لدي المودي. عم نحكي من أيامات وقت ما كان في حرية العبيد، يعني عم نتكلم السود كانوا بعضهم في عبودية، عم نحكي حوالي 1850-1860، أكثر من 150 سنة. ولكن هذه الأمرأة كانت قديسة، صلت إلى ولدتها هي وصغيرة حتى الرب يستخدمها، عملت أكثر من 8000 ترنيمة، بعض منهم عند اليوم خليني قرب الصليب مترجمين. كانت أمرأة قديسة، كانت تروح ترنم، وهي عم ترنم مرة قالت أنا كأن روح الله يتكلم إلى قلبي. هناك شاب هنا هرب من بيته وهرب من أمه، ولكن صلوات أمه تلاحقه، ليت هذا الشاب يتقدم. فصرخ هذا الشاب، كان في حوالي 500 شخص موجودين، صرخ هذا الشاب وركض نحوه وقال أنا هو ذا الشاب، أنا أريد أن أرجع إلى الرب لأن صلوات أمي تلاحقني. بدي أقول لك أنت الصلوات أيها الأخت المباركة، صلواتك تجاه أولادك أو تجاه أحفادك أو صلواتك تجاه عائلتك حتى لو ما عندك أولاد ستلاحق هؤلاء مدى الأيام. كنت امبارحة كنا عن أخونا عادل عم يحكي لي، كان قال لي كنت ببركي من الدم وقت أخذوني على المستشفى، وعجيبي أعجوبي كيف قدروا خلصوني. قلت له أنا شاهد على هذا، أخونا عادل جارنا الحبيب. وبعدين قلت له يا عادل تعرف كلهم صلوا لك في هذه الكنيسة، ولكن صلوات أمك تلاحقك كل حياتك. أنا أعرف أمك وأعرف أنها قديسة، خلعونا نصلي لبعضنا البعض. صلوات الأبوين تلاحق الأولاد وتلاحق الأحفاد وتلاحق أولاد الله إلى مدى الأيام. أمه لأغسطين صلت لأجله بدموع، والرب أكرمها بهذا الرجل يتحول من الخطية إلى بركة، القديس أغسطينوس الكبير في الكنيسة الكاثوليكية. هاتسون تايلور وتأثيره على العالم نتيجة صلوات أمه، تذكر صلوات القديسين والقديسات. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. رابع شيء وآخر شيء، ثقة بمحبة القدوس البار. فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك. ما سألته ليه، ما سألته أول بعد ما قال له فسر له، سألته أول كيف، لم تسأل لماذا. هناك حين اقتادوه إلى الصليب بصقوا في وجهه، جلدوه، وضعوا إكليل الشوك على رأسه. قال كان كما قيل بحسب النبوة أن كان سيف يجوز في قلبها.
ولكنها كانت في كل الأحوال كما قيل عنها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. آمنت. وبتعرف شو هو الإيمان؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. بدي أقول لك شيء اليوم، إذا كنت أنت أو كنت أنت في الإيمان، في أشياء كتير ما حنفهمها، في أشياء كتير ما حنفهمها، مؤلمة جدا ما حنفهمها. يا رب ليه عملت؟ بس تعرف نفهمها بالإيمان، لأن الآن ننظر كما في لغز في مرآة، ولكن يوما ما سأعرف كما عرفت، سأرى وجها لوجه وأعرف كما عرفت. أن الرب اليوم يقول لك في كتير أشياء لن تفهمها، ولكن سر في الإيمان. أنا أريد أن أتوجه اليوم إلى هؤلاء القديسات في هذه القاعة، الذين حين مرت ظروف صعبة علينا نحن عائلة المسيح، واجهوا هذه الظروف بإيمان. توجه لأختنا بهاء والأختنا مريم في غياب أولادهم، في غياب سامر وأشرف، توجه لأختنا أمل، وأشكرهم بمحبة المسيح، لوداد لحود، لجاكلين، أشكرهم لأنهم عكسوا إيمان الرب يسوع المسيح، وكانوا في وادي ظل الموت يشيرون إلى فوق، إلى ثقة بمحبة القدوس والبار. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يؤمن يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، وأنه في الوقت المناسب يجازي الذين يطلبونه، يجازي الذين يطلبونه. هناك عند الصليب لم تسأل سؤالاً مريم العذراء، نظرت إلى الصليب وكانت تعرف أن هناك جواباً، وأتاها الجواب في القيامة. ونحن حين تأتي أنت إلى صليب، صليب الألام، تأكد أن هناك قيامة. قريت القصة عن إلينا دسارك، ولدها اسمها جوانا دسارك. جوانا دسارك كانت مؤمنة، بنتها عمرها حوالي 6 أو 7 سنوات، صار معها كانسر، رير كانسر، نوع من الكانسر، وضرب براسه. الطفلي عمرها حوالي 6 سنوات ونص، طفلي اسمها إلينا. عملوا لها راديشن، أشعة على راسها، وعطوا دوز وما قدروا وقفوا الكانسر، جو عطوا دوز أكتر، فانشلت البنت، لأنه النيرفز يلي بتوصل الراس بالجسد انشلت البنت. بعدين بطل فيها تتكلم، بس قدرت البنت، هي بنت شاطرة حقيقة، عمرها 7 سنين، ظلت تكتب له النوت لأم وبيها كل ما يجي يزوروها في المستشفى، تكون محضرت له النوت: I love you، بحبك يا ماما وبابا. مرات تكتب له النوت: I'm praying for you. وهن انبسطوا بهالنوت لأنه حسوا أنه شوي بتغير، ما بدهم إياها تفكر بالكانسر. ولكن كانوا دايما يقولوا، يتكلموا البي والأم مع بعضهم البعض: يا رب دخيلك ما تكتب لنا آخر نوت، خلي هالنوت ماشيين، بدنا نسمع منها، خايفين عليها. يوم ما اجوا على المستشفى واخبروهم انه وضعها صعب وبعدها توفت، ولقوا هناك نوت كتبتها إلينا، بتقول لي: يا ماما انا بشكرك لاني عشت حياة المسيح امامي، وأظهرت لي محبة المسيح، أظهرت لي محبة يسوع. هل تذكرين يا ماما حين سألتك مرة وكنت تقرأين لي من الكتاب المقدس أن يسوع كان يضع الأولاد في حضنه ويضمهم إلى قلبه؟ سألتك يا ماما: أريد أن يسوع يضمني. فقلت لي: أنك يا بنتي يوما ما حين تذهبين إلى السماء سيضمك. ولكن حين إلى ذلك الوقت كل مرة سأضمك اعتبريها أنها قبلة من يسوع. لذلك يا ماما إن أنا رحلت وسأرحل قريبا، تأكدي أني في حضن يسوع وأن الرب يضمني. دعونا نصلي. أيها الرب، نشكرك لأجل محبتك الفائقة المعرفة،
نشكرك إلى عطيتك التي لا يعبر عنها، المسيح الذي أحبنا حتى الموت، موت الصليب، ولأنك أنت أحببتنا لعلنا نستحق هذه المحبة أيها السيد، هذه المحبة الفائقة المعرفة. من هو كفء لها يا سيدي؟ من يستحقها؟ ولكنك أنت أعطيتنا إياها لأنها نبعت من قلبك الحنون. نحن ندرك بعض من هذه الألام، ونحن نشكرك أيضا لقدوة مريم العذراء لأن أحبت كثيرا. ساعدنا أيها الرب أن نحيا حياة المحبة المضحية يا رب. ليتك تتمشى في صفوفنا هذا اليوم وتحمل كل شخص على أذرعك الأبدية. نذكر بشكل خاص الأمهات المضحيات والأخوات القديسات العاملات في بيتك، باركهم ببركتك أيها الرب. وأنت يا رب فض عليهم من نعمتك ومن محبتك ومن حنانك، لكي أيضا تجري من بطنهم، من بطنهن، أنهار ماء حي تنعش قلوب النفوس العطشة لحنانك ومحبتك في هذا العالم. نكرس أنفسنا إليك أيها الرب، نريد أن نقول كما قالت العذراء مريم: نحن خدامك، نحن أولادك، ونحن لك أيها الرب. وليكن لنا كقولك، لأننا نريد أنك أنت مهما قلت لنا أن نفعله نحن. باسمك أيها الرب يسوع نصلي لك كل المجد، آمين.